مع عودة الطلاب إلى المدارس، الأهل ببلشوا يشتروا القرطاسية. خلينا نشوف سوا قديه ممكن تكلف قرطاسية لطالب. حنبلش بالشنطة وببوكس الأكل والمقلمة. في جزء من الأهالي ما عم يشتري لأنه العام الدراسي السابق كان عن بعد وما استهلك الطلاب قرطاسية، وبالسلة حطينا لوازم أساسية ومش بالكترة، لي مرصاص، محاية، براية وكم دفتر أزرق، أحمر، أسود وأخضر. وفقاً لأهالي الطلاب، أسعار الكتب اللبنانية باتت جنونية لأنها مضروبة ب8 و9 مرات، أما الكتب الأجنبية فهي مدعومة جزئياً، وكل مكتبة عم بتسعر الكتب وفق دولار خاص بيتراوح بين 9,012 ليرة و15,000 ليرة. اكتفينا بهالسلة وخلينا نشوف قدي طلع سعرهم. كل الأغراض اللي جبناهن كلفوا 1,869,000 ليرة، مبلغ كبير بظل الحد الأدنى للأجور بيبلغ بلبنان 675,000 ليرة. قرطاسية ما بتتضمن الكتب المدرسية، وبالتالي السؤال يلي بيطرح نفسه كيف ممكن يأمن الأهل أغراض ولوازم عودة أطفالهم إلى المدارس؟